اهلا يا هبه، اهلا بحضرتك. ازاي اتفضل. حضرتك عامله ازيك ايه؟ انت؟ اهلا بيكي، اتفضلي. حضرتك بس بتتكلموا على البرنامج، ان يعني لما الواحد تكون عامله شعرها ما فيش، يعني هي ما بترضاش ان جوزها يقرب لها او كده. طيب انا يعني انا بعمل كل حاجه، وانا يعني هو بيبقى عايز زي اختي في البيت بالظبط. يعني عايزه اقول لحضرتك، انا بيبقى ليا متطلبات، ليا حاجات، ليا هو مفيش خالص، يعني الوضع بالمشقلب قصدك، يعني بالمشقلب خالص خالص، انت اللي لدرجه بتعملي ان كل انا حاجات مظبوطه وهو لا حياه مفيش لمن تنادي. خالص خالص. اشتكيت وقلت وكلمت وكذا مره، مفيش برضه. بيتكلم يعني في نفسه ولا بيعمل ايه؟ استاذ ايهاب معاكي، اتفضلي بسأل اتفضلي يا هبه بسأل اسمعي. هبه بيعمل ايه؟ طب قولي سلبياته. ما بيهتمش بنفسه ولا مش واخد باله من جاذبيتك؟ مش بيهتم بنفسه، مش مهتم بيا، مش مهتم. بطلب منه ان هو افضل اقول له طب شايف شعري، طب ايه رايك النهارده في اللون ده، ايه رايك مش عارفه ايه، في هدوم البيت ببقى جايبه حاجات مثلا يبقى يعني تلفت النظر، تلفت، ما فيش خالص، ما بيبص ليش، ما بيمسكش ايدي حتى، ابقى قاعده جنبه، ما بي يعني ما فيش اي يعني حاجه. يعني بالكوا قديم متجوزين؟ داخلين في ثالث سنه. ثالث سنه؟ طب ده جديد عليه ولا هو طبيعته كده من ساعه ما اتجوزته؟ هو كان طبيعته كده بس مش قوي كده، يعني هو يزيد. كان شويه كده بس كده كده بقى اوفر قوي، يعني لدرجه ان انا قلت له خلاص انا مش حاسه ان انا بقيت ست. هو الحقيقه يا هبه انت قلتي تعبيرا اول مره اسمعه وبحترمه، انا دايما اسمع رجاله تقول انا متجوز اخويا، بس انا اول مره اسمع ست تقول او متجوز واحد صاحبي، بس اول مره فعلا تجيبي وجهه نظر تانية هي شاكه فيه، انك انت قاعده مع اختك. هي شاكه فيه، شاكه فيه يا هبه؟ يكون في علاقات بره فهو مشبع من بره؟ شاكه في كده؟ هبه انت معانا لسه؟ هبه قطعت صح؟ قطعت. طيب الموضوع يعني الا ما كانش هو بيلعب بديله بره ومشبع من بره فبالتالي مش عايز حاجه من البيت، ده اوبشن، وان شاء الله ما يكونش كده، ده واحد في الالف يعني، مش عايز شكاكه في جوزها، لكن بافتراض كده. لكن في رجاله بطبيعتهم هم هاديين، بنسال معدل اللقاء الجسدي بينكم قد ايه؟ فتقولي مثلا مره كل شهر، فالله هو خلقه ربنا كده، مره كل شهر، مره كل شهرين، هو خلقه ربنا راجل هادي، جاذبيه التستوستيرون عنده بسيط شويه، فهو الراجل تقبلي هذا الرجل اذا كنت عايز تكملي جواز معاه وقولي خلاص اوكي انا هكمل معاه، هو راجل طبيعته هادي. اما لو كان هو فاير طبيعته اكتف وبعد كده بيبتدي في عد تنازلي، يبقى بقول لها ممكن تكون بتبالغ، ودي مفاجاه بقى، ان هي ممكن تكون بتبالغ في الرونق، يعني كل يوم بيرجع البيت يلاقيها على سنجة 10 ولابسه بقى بيبي تو ومظبطه الدنيا كلها. هنا بيحصل للراجل تخمه، تخيلي، فبيبقى بيحس ان مفيش جديد، ما انا كل يوم الاقيها عامله كده. دي اقول لها ايه بقى؟ تعالي يوم بقى ببصل وجلابيه. يعني انا اقول لها دلوقتي يعني انها ما تقعد منكوشه وكده؟ احيانا خدي لك يومين في الاسبوع كده، تخيلي ان الراجل، والله العظيم ده قابلني النوع ده جدا، هو بيقول لي كده انا على صفحتي. خلاص يا هبه جربي اتنكشي مره كده واقعدي متبهدله، بس كلام يا ايهاب مش منطقي برضه. طب تعملي ايه لما يكون هي كل يوم مترونقه وهو داخل يعني وحرق خلاص دمها؟ يعني ما تبقيش مترونقه قوي بس خليكي برضه كويسه يعني. يعني برضه يا ايهاب الكلام ده مش صح. عايز اعمل لها اكسبشن، عايز اعمل لها دلوقتي حالا، هو كل يوم يجي يلاقي امراه مترونقه جدا، وده الاصل في المراه، حلو؟ اذا كان هذا الرجل ذواق وهيديها النهارده، خلي بالك ده هتتهدم نفسيا بعد كده، وكتير انت عارفه في الباب الرجال يحبون المفاجات في الباب ده. ايوه الرجال يحبون المفاجات. عامله كل حاجه، مظبطه كل الدنيا، والباشا جاي من بره مش واخد اي حاجه، مش واخد باله. شفت ايه رايك؟ لفت نظرك حاجه؟ انت غيرتي مكان الكنبه ولا ايه؟ ايه ده؟ انت فين؟ انت فين؟ انا قاعده طول اليوم هل بعمل ده عشان هو مش بيحب المفاجاه؟ لا انا هنا في الكتاب ده في الفصل عشان كده، لكن عموما بيحصل لبعض الرجاله ان هو بطبيعته، هو انت عارفه ان الرجاله ما لهمش في التفاصيل، انتوا كستات تعرفي حاجات صغيره طبعا، هو مش واخد باله من التفاصيل، بقول لها الفتي نظره بس عشان ما تزعليش. طب فعلا خليها تجرب يوم انها تبقى قالت له كده، يعني سلايس اوف لايف، ست طبيعيه، مش عامله اي مش اوفر. يوم مش يوم، لا كم يوم؟ تقعد شهر على كده، عودي شهر فترة. يا هبه من غير ما تعملي شعرك، والله بجد على ضمانتي، وتابعيني على الاكونت دلوقتي، قولي لي كل يوم بيحصل كذا في المعدل، لو الراجل لما يكون وصل للتخمه من ان المراه جذابه بعمل له اكيد الرجاله ممكن تكون بتحسد راجل زي ده لو هي عايشه مع سيدات مش مهتمات بنفسهم. طبعا طبعا، يعني يا ريت كل الستات كده زيها زي هبه. ده هو بقى عارفه ايه اللي يحصل له؟ لما اجيب له بقى النقيض تماما ووري له بقى جلابيه البيت والبصل والتوم وكده، يبتدي يطالب بقى، هو انت ما بتهتميش بنفسك ليه؟ فاق، فاهمه؟ عايزين نتكلم عن النقيض بتاع الرجاله. ايوه جوزي فن جوزي الحمالات. ايوه ده العكس تماما يعني. هنا كمان اتكلمنا على في الكتاب، اتكلم على جزء كبير قوي، ان دائما خلاص بقى الراجل هو اللي بيلقي اللوم على المراه، لان الحقيقه المراه هي فينوس، يعني من الاول المراه هي الجمال طبعا، بس ده لا يمنع كمان ان الراجل اوقات بيسد النفس، يعني
مش اوقات والله على طول. طب ايه بقى انا شخصيا عايز تقول انا هذا إيه بقى؟ الرجل عايز تقول ايه عشان بس ما تنصلش من الرجاله بلبس فانيله حملات في البيت يعني يا جماعه. طب يعني طب هتنصح أنا مين هذا بقى الرجل يعني. هتنصح مين بقى؟ لا طبعا ده خلل طبعا يعني. لا اعتقد الافادي كلها معظمنا اتخلص منها. لا انا ككوتش اتخلصت من ده بس انا في بيت امي كنت بلبس فانيله. هي مش الموضوع اذا كان بيلبس فانيله بحماله ولا بنص كم، اعتقدش ان ده المشكله في هنا، اعتقد ده حاجه سيمبوليك يعني. اعتقدك لما اشرت انه بيلبس فانيلا بحمالات انت بتعني انه قاعد مهمل في البيت، مش بتعني ان هو لابس. ما هو الناس على البيتشز كلها لابسه فانيلات بحمالات يعني شكلها نظيف، فبالتالي انت تعني انه هو مش مهتم بروحه. ما لو خدتي بالك اه تكملت الفصل كله هو قاعد طول النهار دقنه منبته ولا هي مطلعها ولا هو قاصصها هي منبته على طول، وهو ريحته سيئه جدا، ما خدش حمام طلع النهارده تمام. فلينا ممكن لونها يغير عادي جدا ويكسل يعملها، شعره منكوش عادي جدا، لكن لو اتصل بيه حد من اصحابه تعالى ننزل نخرج هيتعدل كل ده في ثانيه، هياخد تخرج يحلق دقنه يحط بيرفيوم يظبط الدنيا ويلبس كويس. طب البني ادم ده اللي هتقابله ده هو افضل من الست دي؟ هي ليها عينين وانت مالكش عينين في نفس التوقيت ده؟ طب هل ده مشكله تربيه برضو يعني؟ مثلا ماما. ما الواحد المفروض ان هو بيبقى نظيف وشكله كويس ده العادي. طب ليه الناس دي ما بتبقاش كده؟ عشان ماما، ما هي كل مصايبنا كلها في ماما، وانا قلت لك الكلام ده كتير ماما. يعني في كل حلقه ماما مش فارق معاها الموضوع، فماما ممكن يكون قاعد طول النهار ما انت ماسك الموبايل وعمال تحط له الاكل قدامه وتجيب له حلويات وتقوم وبتاع وهو مطنشها مش واخد باله قاعد على الكمبيوتر وبتاع، فهو متخيل ان اللي هتيجي دي زيها اللي هو العطاء لا محدود. الدلع الاولاني العطاء، العطاء بلا مقابل يا امنيه، فاهمة؟ الأم بتدي عطاء غير بدون مقابل. ترجع وش الفجر الصبح مش معبر ماما طول اليوم، وتعشي له تجيب له العشاء ويخش ينام وما يسيبهاش ما يعبرهاش، ويخرج تاني مع أصحابه وجايب له الأكل وجايب له لبس وعامل له كل حاجة. ده اسمه العطاء الغير مرهون بمقابل. هو بيتخيل إن الزوجة لما يتجوزها هتبقى بتدي بدون مقابل برضه، ده سذاجة، دي ليها مقابل، لازم تديني في مقابل ما أنا بديك. عايزني أترونك وأبقى جميلة؟ طب تلاقي الراجل قاعد على بلاش بكرش كده وبتاع وكده وعمال يقول لها شايفه الستات يا هانم اتفضلي مش انت اللي مش عارف. طب بص يا حبيبي بص لنفسك، ما انا ليه يعني انا كمان. سيدنا ابن عباس كان يقول كنت احب ان اتزين لزوجتي كما تحب ان تتزين لي. أيوة. سيدنا ابن عباس فاهم الفكره؟ أيوة. انا بحب كده اقعد اترونق عشان مراتي، عشان ليه عينين، ما هي تفتن هي كمان. هو ليه الرجاله متخيله ان الستات دي يعني جايه من كوكب الفضيله ومستحيل هتفتن؟ هو يفتن بس لو بص في الشارع، هي امراه تفتن وتلاقي رجل امور في الشارع. ده انت كمان اشرت له ان المراه والرجل بيعاملوا بطريقه مختلفه عكس بعض في حاله الخيانه، في حين ان ربنا وحد العقاب. ده حقيقي فعلا، حتى فعلا في نظره المجتمع للمعصيه تلاقي من هما صغيرين برضو نفس التربيه المقندله بتاعت ماما برضو. الواد الشقي اللي مقطع السمكه وديلها، ايهاب الشقي الجنان ده اللي كل يوم وتحكي لصاحبتها الواد ده مقطع السمكه وديلها، ده اصحابه في الجامعه ما بيسيبش بنت فرحانه امه بيه فرحان قوي. طب تعالي البنت بقى صاحبه ولد بتتكلم يتكسر رقبتها فاهماني؟ طب هو الولد ده بيصاحب مين؟ ما بيصاحب بنات، بيصاحب بنات. هي الفكره طبعا انا ضد ان الولد يعمل كده وضد ان البنت تصاحب، طبعا انا مش مع الاثنين، انا مختلف مع الاثنين، بس من فضلك وحدي معيار حساب عشان البنت ما يجيلهاش شيزوفرينيا. البنت ما تلاقي اخويا مصاحب واحد داخل واحد. انا كنت كده وانا صغير يعني، وماما بتتفرج على الحلقه وعارفه يعني. طيب. انا وانا صغير كنت نشوف علا بتقول ايه. علا